ديالنا كموسم استثنائي تحقيق الازدواجيه ولا الثنائيه ما كان سهل، وانما ثمره ديال المجهود ديال الجميع ديال اعضاء المكتب المديري واللاعبين الطاقم التقني والجماهير ديالنا والمنخرطين. فكنتمناو انه تكون هذه البدايه ديال تصحيح المسار، هذه النجاحات هذه تكون ان شاء الله هي بدايه الطريق. الموسم القادم كان غيكون شاق، بدايه العمل ديالو ان شاء الله من يوم غد. نتمناو اللاعبين ياخذوا واحد القسم من الراحه، واحد اسبوعين العوده للاستعدادات ان شاء الله الموسم القادم في اواسط شهر يوليو. وديما راجل الجماهير على راسنا وعينينا، والتشامبيونز ليغ ان شاء الله حتى هي هدف العام الجاي، ونتمناو التوفيق.